الله اسم الله عليكي، شو بكي لك امي؟ رجال الكابوس. لا حول ولا قوه الا بالله، مع انه صار له زمان ما اجاكي. عم تفكري بابوكي؟ لا. لكان شو؟ بابا خلص امي، خلص بعد هلا ورايح نومي، بعد الظهر ما عاد في. هذا الواد هو اللي عم يخليكي تكوسي. تعي تعي امي، تعي اجيب لك كاسة مي. امي امبارح مرق لعندي مصلح كهربا، بس شو شب يا ماما، بيطير طبنات العقل، حلاوه واكابريه وجمال، يمكن بعمري ما شفت احلى من هيك شب. لك شو هالالفاظ هي؟ نسيتي انك مخطوبه؟ لا ما نسيت، وعلى فكره كنت لابسه المحبس، بس هو الموضوع ما كثير عناله، يعني هيك لوبات صغار كثير كانوا عم يطلعوا من وشه وانا شفتهم. بلشت خاف عليكي ها؟ معقولة كل ما يشوفك واحد بتفكريه طبص فيكي من أول نظرة؟ شو صاير لك؟ فكر؟ لا ماما أنا ما عم فكر، هي حقيقة. خبيلي هالحقيقة بقلبك ولا بقى تحكي فيها، حتى لو بينك وبين حالك. ها؟ هاي إجا أخوكي. كيفك أمي؟ أهلين تخبرني. شو منى؟ ليش لهلا ما بزي؟ تعبانة شوي، خلص استقبله أنت. شو هالحكي الفاضي؟ لك عادي لخطيبك لازم تكوني معي. غالب عن جد انا تعبانه، ما خرج اني استقبل. اتركها امي اتركها، ما بتعرف يا باسة راسها؟ تيسر انت يلا. الله معك. عيب عليك عادل، انت هيك عم تشكك بحبي لإلك. اعوذ بالله، شو هالحكي؟ حبيبتي انا كل القصة اني مستغرب هذا الطلب. لا كل القصة انك مستكتر تكتب البيت باسمي. انا؟ ايه انت. يا حبيبتي يا عيني يا منى، لا تفهميني غلط، انا لو معي مال الدنيا كله بحطه تحت رجليكي، بس اتوقع تيجي هذا الطلب من اهلك مو منك. اهلي مالن علاقة، ومع اهلي ما بتفتح هاي السيرة. القصة كلياتها اني كنت حابة اعرف غلاوتي عندك على فكرة. شكرا. طيب بكره بتعرف.